قال العلي العظيم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. إذن عندي ألوف، عندي أصحاب الكهف، عندي 70 من قوم موسى. في تفسير ابن كثير، قال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في 70 من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا. واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه، ثم ذهب بهم ليعتذروا. هو اختار هؤلاء فذهب، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان، قالوا، لا زال الكلام لابن كثير يقول، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا، فإنك قد كلمته فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا. من الذي يقول؟ ابن كثير يقول: فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: يا رب، ماذا أقول لبني إسرائيل إذ أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يقول روي مثل هذا عن ابن عباس وبعض السلف. ضال. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى أماتهم في الدنيا وأحياهم في الدنيا في سورة البقرة. هذا الشاهد الآخر. ها، قال مولانا العزيز: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام إماتة وإحياء في الدنيا، قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. في سورة البقرة. واو. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه أيضا إماتة وموت في الدنيا وإحياء في الدنيا. زاي. قال الله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة. في تفسير ابن كثير، فقلنا اضربوه ببعضها، يقول هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصل به وخرق العادة به كائن. وقوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحي. ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. جعل تبارك وتعالى، الكلام لابن كثير يقول: جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد، ففاصلا
ما كان بينهم وبين الخصومة والعناد. أقول ولماذا يا ابن كثير، ولماذا لم يكن هذا حجة عليك يا ابن كثير وعلى التيمية وعلى التكفيريين وعلى المستخفين والمستكبرين؟ لماذا لم يكن هذا حجة عليكم وعلى عليك وعلى شيخيك التيمية وعلى التيمية وعلى كل التكفيريين وعلى المستكبرين والمعاندين؟ لماذا لم يكن هذا حجة عليكم فكفرتم الشيعة وكل من يقول بالرجعة مسلما بها كإعجاز إلهي ثبت بالدليل والحجة، وثبت بالدليل الحجة عليهم بالقرآن بالقرآن والسنة الشريفة؟ يكمل ابن كثير، يكمل ابن كثير يقول: والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع. يقول من هذه المواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم، والموضع الثاني هذه القصة التي ذكرها التي ذكرت كشاهد قرآني فذبحوها وما كادوا يفعلون إلى آخر النص القرآني. وأيضا يقول المورد الآخر: وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة.